ورجعنا لكم مشاهدين بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة رح نتكلم عن النزاعات العائلية في للورثة تحديدا. يمكن بنشوف انه في كثير من النزاعات العائلية اللي بتصير اللي تتكلم عن حق الورثة والإرث وغيرها، وشفنا نماذج تتعطل فيها توزيع الميراث لسنوات طويلة. اليوم رح نتكلم عن كيف يمكن او ممكن انه نحد من هذه النزاعات، وهل الوصية تعتبر حل، وكمان ما هو وضع زوجة المسيار من الميراث وإن كان لها أبناء. أكيد ينضم لنا عبر الاتصال المرئي الأستاذ خالد أبو راشد، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. يعني في بداية أتكلم عن نسبة تقريبية في المحاكم اللي يعني تندرج تحت هذا الموضوع، نزاعات الورثة والإرث وغيرها. طبعا في البداية أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. شوفي، مسألة النسب والأرقام يمكن يصعب على محامي أنه يحصرها، ممكن الإحصائيات تكون من وزارة العدل، لكن خلينا نتفق أنه قضايا الورثة وقضايا التركات يعني منذ تأسيس المملكة وحتى الآن، وأتوقع أيضا حتكون مستمرة يعني، فهذه سنة الحياة، لكن أكيد أنها موجودة وبشكل كثير يعني. جميل. أستاذ خالد، خليني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشمر، لأن الموضوع المرة ثقيل جدا ويمكن يهم ناس كثيرة. لما أتكلم الآن ورثة، في تنقسم العوائل أو يعني اللي يدخلوا في هذا القصة إلى شخص يتوفى بدون وصية ويرجع في هذا الأمر في الورث إلى الشرع وتوجيهات الشرع في هذا الشيء، أو أحد يكون أوريدي مرتب أموره وعارف إيش يبغى ومين يورث ومين يسوي. إيش هي الإجراءات اللي تخليني أنا اليوم شخص قاعد يشوفنا اليوم ويقول لك خلاص أنا قررت إني أكتب وصيتي، فهل هي لازم من خلال مكتب محامي؟ هل في جهات أخرى ممكن أكتب فيها الوصية؟ هل الوصية لها شروط أو ممكن أكتب ورقة في البيت وأجي أوثقها عندك؟ جميل جدا. طيب إحنا نبدأ في البداية بالوصية. الوصية يفترض أنه لها شروط، ما حنتفصل كثير، لكن بصفة عامة عندنا مبدئين رئيسية في الوصية: لا وصية لوارث حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا طبعا نظام الأحوال الشخصية المستمد من شريعتنا الإسلامية، والثلث، والثلث كثير حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه الإنسان إذا بغي من وصية ما يوصي في أكثر من ثلث ماله، ده رقم واحد. ما يجي يوصي بنص ماله، بثلثين، بكل ماله، لا، عنده الثلث. اثنين، ما يوصي الورثة، أي أحد من الورثة ما يوصي الورثة، ممكن يوصي لغير الورثة من أصدقاء، من أقارب، من جهات خيرية، من إلى. فهذه خلينا نقول الشرطين الأساسية في الوصية، إنه ما يوصي للورثة، وإنها تكون في حدود الثلث فقط لا غير. مسألة وجود وصية أكيد طبعا بتكون أفضل بكثير، لأنه لما يتوفى الإنسان ويأتي الورثة فممكن يكون في خلاف انه ما يعرفوا ممتلكات والدهم من اموال، من عقارات، من شراكات، فالامر هذا ممكن يؤدي الى ضياع بعض الحقوق، ممكن يؤدي الى تطويل مثلا مساله تقسيم التركه، فاكيد الوصيه امر جيد. ايضا مو بس في المال، يعني هو ممكن يوصي في الثلث او اقل، ولغير الورثه ايضا ممكن تكون الوصيه في النصائح ويعني توصيه ابنائه واقاربه، فاكيد هي امر جدا مهم ولها فوائد كبيره جدا. نعم. طيب أيضا هذه الشرطين الرئيسية يعني. نعم، واضح أستاذ خالد. أيضا هل يجوز للمورث تقسيم هذه التركة، أو أنه ممكن يعني يقول مثلا هذا الشخص ما يورث مني شيء على سبيل المثال في الوصية؟ هل هذا الشيء يعني في النظام، في نظام الأحوال الشخصية في شريعتنا ما في شيء اسمه أحرمك من الميراث؟ نعم، هذه غير موجودة نهائيا، هذا رقم واحد. اثنين، إحنا نفرق بين التعاملات في حياته وبين الوصية بعد ما ماته. في حياته هو حر، يعطي فلان، ما يعطي فلان، يعطي أحد الأبناء، ما يعطي أحد الأبناء، هذه مسألة يعني بينه وبين ربنا في العدالة، لكن في الأصل أنه هذا ماله وهو حر يتصرف فيه كيفما يشاء في حياته. أما إذا أراد أن يخصص لبعد الوفاة، يبقى هنا دخلنا فين؟ في الوصية وفي شروط الوصية. ما يصير إنه هو يكتب أي شيء لأي من الورثة، يعني مثلا أبناءه، زوجته، والده، والدته، أبناء عمومته إذا ما عنده بنات، يعني في تسلسل الورثة، وما يوصي بأكثر من الثلث. فهذه القواعد الرئيسية المهمة. الوصية يفترض اليوم يعني حقيقة الدولة سهلت الأمر هذا بشكل كبير جدا، من ناجز
تدخل على ناجز من الجوال ويعبي خانات معينة، إجراءات معينة، فيرسل الوصية، وإذا تمت المصادقة عليها أصبحت وصية إيش؟ موثقة ويعمل بها ونظامية. لسبب ما قدر يعمل الوصية بالناجز، يعني ممكن إن هو يكتبها في ورقة ومثلا يوثقها مثلا بشهادة شهود، يثبتها بشهادة شهود، ويعني أيضا هذه يؤخذ بها. يبقى الأفضل من ناجز لأنها هتكون خلاص موثقة ورسمية، إذا ما تمكن يكتبها في ورقة ويشهد عليها شهود، توقيع، بصمات، وكل ما كان الشهود أكثر كل ما تكون موثقة بشكل أفضل. فهذا فيما يتعلق بالوصية أثناء حياة الإنسان. يعني واحدة من المشكلات يعني اللي بيواجهوها الورثة هي تأخير تقسيم الإرث، خليني أقول ممكن الموضوع يعني يمتد إلى سنوات طويلة إذا كان مثلا في طفل غير بالغ أو غيرها. أبغى أعرف إيش هي أكثر الأسباب اللي ممكن تأخر تقسيم الميراث؟ جميل، إحنا هنا بس نبغى نقول والله كلمة حق. تفضل. في السابق كانت قضايا التركات تأخذ سنين في المحاكم. الفترة الأخيرة والتطور الكبير اللي شهدته وزارة العدل في الناحية التقنية والإجراءات، أصبحت الكثير من قضايا التركات يصدر الحكم في بتصفيتها ويتم تنفيذ الحكم يمكن في خلال سنة واحدة. تمام. من خلال طبعا اليوم التقنية، حضور الجلسات عبر الجوال، التبليغ عبر الأبث مباشرة وتسيير القضية. فرق كبير، أول كان لازم التبليغ عن طريق مندوب العمدة أو الشرطة أو محضري الخصوم، فكان اللي يحضر وما يحضر فتستمر عدة جلسات عشان فقط يحضر الأطراف، ثم المراسلات مع الجهات ذات العلاقة، يعني في السابق كان اسمها مؤسسة النقد أو مع كتابة عدل، أصارد أوارد خطابات ومراسلات وغياب بعض الورثة. هذه الإجراءات كانت تخلي القضية تأخذ سنوات وسنوات. اليوم الإبلاغ عن طريق أبشر، الجلسات إلكترونية، التواصل مع الجهات ذات العلاقة زي كتابة عدل أو مثلا مؤسسة النقد بشكل إلكتروني سريع ومباشر، يبقى القضايا بتنتهي بالشكل الأفضل. طبعا كل ما كانوا الورثة متفقين كل ما يكون إنهاء الموضوع بشكل سريع، كل ما كانوا مختلفين يعني إلا ما حياخد وقت. طبعا زي ما تفضلتي إذا كان هنالك قاصر وهو الأقل من 18 سنة يعني قاصر سنا، فهنا بيكون له ولي أو وصي وهو يقوم مقامه ويستمر توزيع التركة. طيب أستاذ خالد هسألك سؤال، يعني كنا نشوف هذه الحالة كثير في الدراما في المسلسلات، ظهور الوريث الذي لم يندرج أو لم يتضمن ضمن فك حصر الورثة اللي هو بيكون يصدر مباشرة بعد الوفاة، سواء كان ابن زوجة خارج الدولة عرفت أن هذا الزوج توفى فقررت تجي اللي تحصل على ميراث ابنها ويظهر هذا الابن الذي لم يعلم عنه أحد، أو من كانت متزوجة مثلا بنوع زواج المسيار أو المتعة أو ما شابه. ما هو الإجراء السليم هنا وما هي القنوات السليمة لإثبات نسب هذا الشاب أو هذا الوريث عفوا، وكيف ممكن الخطوات تتتالى وراء بعض؟ طيب خليني في البداية أجي من الأخير وأوضح لك معلومة قد تكون مفاجئة. في نظام الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية لا يوجد ما يسمى زواج مسيار. جميل. ولا يوجد ما يسمى زوجة مسيار. الزواج نوعين، إما زواج صحيح أو زواج غير صحيح، باطل أو فاسد. أما ما يسمى مسيار، مسفار، هذه مسميات المجتمع سماها، لا تأثير لها ولا علاقة لها في الحقوق. متى ما كان الزواج صحيحاً مكتمل الأركان والشروط يبقى أنتج جميع آثاره النظامية والشرعية. فزي ما تفضلتي لما نأتي لقضية من القضايا ويفاجأ الورثة أن هنالك مثلاً من تدعي أنها زوجة أب، أو هنالك مثلاً من يدعي أنه أخ لهم أو شقيق لهم، هنا كنا نتمنى من المورث هل حزمة تفضل الوصية اللي أشرنا إليها أن يوضح التفاصيل هذه كلها ويوضح الحقوق عشان ما تضيع يعني الحقوق على ورثته. ولكن في هذه الحالة من تدعي أنها كانت زوجة عليها أن تثبت إنه هي كانت زوجة بموجب عقد زواج وتتقدم إلى المحكمة. من يدعي ثبوت النسب أيضا إنه هو أخ لهم أو شقيق يقدم المستندات إلى المحكمة، محكمة الأحوال الشخصية، وهي تنظر في هذه القضية. فإذا ثبت للقضاء أنها زوجة فعلا وكانت زوجة حتى وفاة المورث، وأنه هذا مثلا ابن من أبنائه، يتم تصحيح صك الورثة، حصر الورثة بإضافتهم وإعطائهم إيش حقوقهم. وأيضا
قد تكون هنالك محاسبة للشهود ولمن أنهى صك حصر الورثة وقد أخفى بعض الورثة. هذول حيعرضوا لمساءلة، كيف تشهد أن فلان توفى وزوجتي وأبنائي كذا وكذا وكذا وتخفي شهود آخرين؟ فقد يكونوا تحت المساءلة إلا إذا كانوا ما يعلموا، هذه مسألة أخرى. فنرجع لموضوعنا ونقول إنه إذا ثبت للقضاء أنها زوجة بموجب زواج مكتمل الأركان الشرعية يبقى تأخذ حقوقها بالكامل، سواء كانت مسيار ولا مسفار ولا أي من المسميات التي يسميها المجتمع. أما في نظام الأحوال الشخصية وفي شريعتنا الإسلامية الزواج نوعان، إما زواج صحيح أو زواج باطل. نعم، واضح واضح جدا أستاذ خالد. أيضا يعني يهمنا نعرف متى يتم الطعن أو حتى التشكيك في هذه الوصية أو حتى عدم العمل فيها. جميل، إذا كانت هذه الوصية من خلال ناجز فهذه موثقة، وبالتالي الطعن فيها يعني حيكون ضيق جدا وصعب جدا، لأنها صادرة من نفس الشخص ومن حسابه في ناجز وتم التوثيق، فينظر في الطعن ولكن بيكون ضيق جدا جدا. أما الوصية اللي على ورقة خلينا نقول يعني المكتوبة والموقعة وكذا، هنا ممكن ندخل في جزئية هل صحة التوقيع، البصمة، الشهود، مضمون الوصية. فإذا ما حصل الطعن في هذه الحالة ينظر القضاء في هذا الطعن، فإن ثبت صحة الوصية حكم بها، أما إن لم يثبت أما إن بطلت الوصية فلا يؤخذ بها، القرار هنا في للقضاء حيكون. طيب، وكمان في سؤال، يعني أحيانا نلاحظ أن في واحد من الورثة والله يبغى حصته ويجبر أخوانه أنه يبيع، أو يجي أحد يجي يقول لك لا، يعني معترض على 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 نصيب هذا الميراث أو غيرها. يعني بنشوف في بعض التفاصيل بتكون صعبة، يجيك واحد من خمسة يوقف هنا، أبغى أعرف هنا كيف ممكن الواحد يتعامل مع هذه الحالة وفق النظام والشرع. جميل، بموجب نظام الأحوال الشخصية وشريعتنا إذا أحد الورثة قال أنا أبغى نصيبي، إذن وطبعا يا ريت يكون في حل ودي، يبقى الحمد لله رب العالمين. ما في حل ودي طبعا يحال الامر الى القضاء محكمه الاحوال الشخصيه، ويتم تقسيم التركه اجبارا، سواء كانت التركه الماليه يعني الحسابات اللي في البنوك يتم تصفيتها، او عقاريه يتم بيعها واعطاء كل ذي حق حقه. نظام المعاملات المدنيه الصادر مؤخرا وحديثا ولسه باقي فتره على سريانه، يعني عمل حالات محدده، يعني إذا كان مثلا هذا الوريث نصيبه ما يؤثر على باقي التركة، إذا كان بالإمكان التقسيم العيني، العين يعني هي مثلا عقارات، هذا يأخذ عقار والبقية يأخذ عقارات. ففي حالات محددة أشار إليها نظام المعاملات المدنية اللي ممكن الوريث يأخذ نصيبه يعني وينتهي الموضوع، ولكن في الأصل إذا صار خلاف طبعا يحال إلى القضاء، والقضاء يقوم بتصفية التركة حتى ولو رفض بعض الورثة. حلو. فمتى ما أحد الورثة قال أنا أبغى نصيبي، إذن يجب أن يحصل على نصيبه. طيب، سؤالي هذا شوية كمان حساس أستاذ خالد، وهذا يمكن نراه في الأسر الكبيرة والأسر أصحاب الشركات على سبيل المثال، اللي بيكون عندهم أملاك وأموال وفي مجالس إدارة، ويكونوا مثلا إخوة ثلاث أولاد وثلاث بنات على سبيل المثال. ينظر الإخوة الشباب أنه للبنات لا، ما نعطيكم نصيبكم في الشركة عشان أزواجكم ما ياخذوا هذا، فإحنا هنعطيكم كاش بدل ما تاخذوا أسهم أو عقار أو ما شابه، لأنه البنت زوجها مش من العيلة وما شابه هذه التفاصيل. بينما تيجي البنت تقول لك لا أنا أبغى نصيبي زي كذا. في مثل هذه الحالات هل تعيق تطبيق الوصية؟ هل من حقهم الرفض؟ هل الحلول الودية ممكن تحل مثل هذه المعضلات؟ وماذا لو هذا جزء آخر رفض الأخ إعطاء أخته نصيبها في الورث، إيش التصرف؟ جميل، ما هو بس في الشركات، أيضا حتى في نطاق التركة بعض الإخوة يعني يجي ما يعطي أخته النصيب زي ما تفضلتي فعلا، عشان زوجها لا يأخذه ولا ما تعرف تتصرف ولا من هالقبيل. هنا نبغى نوضح إنه هذا الأمر مخالف للشريعة الإسلامية، وهذا وبالتالي أيضا مخالف لنظام الأحوال المدنية نهائيا. ما لا يحق لأي وريث أن يحرم وريثاً آخر من نصيبه في التركة.
سواء أخ مع أخته أو طبعاً حسب تسلسل الورثة إذا كانوا فيها عمان أو أبناء عم من هذا القبيل، لا يحق له ذلك، لا سواء كان في نصيبة في الشركة ولا كان في نصيبة في عقار ولا في نصيبة في تركة. الله عز وجل فرض لكل وريث نصيبه، فيأتي أحد الورثة ويمنع أو يرفض، لا يحق له ذلك، وعلى الأخت أن تتقدم فوراً إلى القضاء محكمة الأحوال الشخصية، وسوف يحكم لها بكامل نصيبها من التركة سواء كان في شركات أو أسهم أو سيارات أو منقول أو عقار أو أياً كان، يعني إجباراً على باقي الورثة سواء كان للأخ أو للأخ أو للأم أو الزوجة أو أبناء الزوجة الأخرى. جميل. كل وريث يأخذ نصيب. طيب الحين نبغى نيجي للدين، لو مات الشخص وعليه ديون، السؤال متى يتم توزيع الورثة، وهل الورثة ملزمين أنهم هم يسددوا دين والدهم مثلا؟ جميل. يعني حتى ورد في القرآن الكريم من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن لما يتوفى الإنسان أول شيء طبعا نفقة الدفن، هذه أول شيء. بعد ذلك ينظر إذا كان في ديون فيتم سداد الديون من التركة. بعد سداد الديون من التركة ننظر إلى الوصية وننفذ الوصية، بعد ذلك يتم تصفية ما تبقى من التركة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. طيب كان هنالك ديون على المتوفى، فهنا نبيع التركة أو إذا كان فيها سهولة يتم سداد الديون من من هذه التركة. طيب إذا تجاوزت الديون التركة بحيث أنه خلصت التركة من عقار من سيولة وباقي إيش الديون، هنا خلاص يعني إذا كان في تركة فيلزم كل وريث أن يسدد من التركة من نصيبه من التركة الدين. أما إذا تجاوز الدين، إذا تجاوز الدين مبلغ التركة فلا يلزم باقي الورثة. فلا يلزم الورثة بالسداد. طيب في بعض الأحيان خلاص انتهينا. في بعض الحالات أنا هنا الحين سؤالي أستاذ أني أبغى أعرف كيف ممكن يتم إثبات الدين، بمعنى يعني أحيانا بعد وفاة الشخص يجي شخص يقول والله كان متسلف مني 5000 10000 20000، طب ما في شيء يثبت. هل أنا ممكن أسويها يعني أني أدفع هذا الدين يعني إرضاء للضمير فقط، ولا مفروض أنه يكون هذا الدين مثبت؟ جميل. هنا عندنا حالتين. نعم. الحالة الأولى نعود إلى جميع الورثة، هل هم صحيح مقرين جميع الورثة أن هذا الرجل فعلا كان دائن مثلا لمورثهم؟ فإذا جميع الورثة أقروا يبقى الحمد لله المال مالهم، هم وافقوا قضي الأمر. نعم. أما إذا رفض بعض الورثة فعلى صاحب الدين أو من يدعي أنه يعني له دين أن يقيم دعوة في المحكمة ليثبت دينه. لما مو مجرد إنسان يقول والله أنا لي دين على والدكم خلاص يلا، لا، فين الإثباتات؟ هل في عقد؟ هل في إقرار؟ شيكات؟ يعني إثباتات. صحيح. فإن الورثة أقروا بها كان بها، ما أقروا بها يتقدم إلى القضاء ويطالب بالدين لدى القضاء، والقضاء يستدعي الورثة ويناقش، فإن ثبت صحة دينه حكم له بالدين، إن لم يثبت صحة الدين فخلاص الله يعوض عليه، ما استطاع أن يثبت إيش الدين إن كان صحيح. صادقا يعني. صحيح. وأكيد إبراء الذمة مهم جدا بعد أن يتحقق مساحة الدين. أكيد. أستاذ خالد أبو راشد شكرا جزيلا على هذه الفقرة اللي أكثر من مهمة، ونتمنى أن نكون أفدنا فيها كثير من المشاهدين. سؤالنا في فقرة قول رأيك هيكون كيف تقيم صناع المحتوى في الوقت الحالي، بعد الفاصل.